استنى يا شباب، لا يا جدعان، لازم الفيديو النهارده محتاج العضله سكه ودغري كده يا جدعان، والله العظيم لازم ايه نبين العضله الحلوه كده، لان انت لازم تعمل لايك عشان ابو عادل ما يجيلكش بالعضله، فاهم؟ هتزعل لو ما عملتش لايك. خلصنا بمناسبه ال 51000 مشترك وكده، احنا لازم ما نقفش عند ال 51000 يا جدعان، احنا هنقف عند ال 100000 ان شاء الله. فانت يلا شد حيلك كده واشترك عشان نوصل ل 52000 و53. حركات كبيره والله العظيم يا جدعان، لان النهارده فيديو الغدر، عارفين هنغدر يا جدعان بناس كتيرة قوي قوي قوي. تعالوا بس نشوف مع بعض كده. استنى يا شباب، الله جبنا في دلدوم يا جدعان، وهنبيع سيدورف، سيد دلفا، سيد دلفا حبيب الملايين، فاحنا مضطرين بس قبل نعمل كده وكده، ايوه، وناخد القطع المستردده بتاعت سيد دلفا حبيب الملايين. وفينالدوم يعني هو، بصوا يا جدعان، لو جينا نبص على التقاب بتاعته بصراحه، هو يعتبر انسب واحد اصلا يلعب سي ام، يسد مكان سيدورف بحاجات بسيطه والله العظيم يعني، تمام يعني. فانا محتاج بس اشيل 96 بتاعته دي عشان اوصله ل 100، يبقى تشكيلته كلها 100، تمام. فيلا نسترد اللعبه يا جدعان. اشتريته ب 8 مليون، اشتريته ب 8 مليون. خلصنا، خش دلوقتي طبعا فيديو الغدر بكامافينجا. الناس كلها زعلت، وابو عادل هتغدر بكامافينجا للاسف يا اسطى، مضطر والله. ومش بس كامافينجا، انتظروا الجديد، ان احنا نغدر بكليني وكينو ورويس وخيمينيز، ها، وزانيتي كمان ممكن يخش معاهم في الحوار، ها يا اسطى، حوار كبير والله العظيم. يلا بس استنى على الشباب اللي كده، تدريب جميل، نقل التدريب. فينكا فين فينالدوم، تعالى يا واد يا فينالدوم، تعالى ابلع 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 يا قلب اخوك ابلع. طب فكر ان هو هيقف، استنى راح فين؟ تبديل ولا؟ تعالى فينالدو، تعالى هنا يا صاحبي، تعالى. بس استنى يا جدعان كده، نشوف الرجل بتاعته الاول، نشوف رجله الاول. لا ده كده هو فينالدو محتاج يروح الشمال، جنب الشمال. خلصنا، بس عشان برضه فينالدو ما يزعلش يا جدعان، وبرضه هيبقى مش 100 وكده. يلا ان شاء الله ما حد حوش يا جدعان، نشوف اللعيبه اللي احنا نعملها. ماشي لحد الواد ده، يلا ب 2 مليون، 2 مليون ومين يزود يا جدعان؟ الو، بس وصل ل 20، هيبقى 100 يا جدعان. عنصر تصنيف الوسط، خلصنا كده، فينالدوم بقى 100 معانا، تمام. انا عايز اشوف تشكيلتي هل وصلت ل 116. لا ما اكيد مش هتوصل ل 116، ده مش عارف ايه كان، فاهمين يعني الحوار، تمام. هيبقى معانا دلوقتي يا جدعان فيدال، تمام. طبعا هنغدر بفيدال، في ناس كتيره قوي بتقول لابو عادل فيدال ملك الساحه وفيدال كينج مش عارف ايه، بس بصراحه جدعان بيغلط يعني. انا معايا راح فين بس ايه، ايوه قال والله كامافينج، خد بقى ب 47 والله. طب نبيعه ب 45، طب يلا يا عم 45 600، يلا ان شاء الله ما حد حوش، يلا يا كده كده اصلا الحوار بالنسبه لي منهي، الحوار منهي خلاص. كامافينجا يلا يا قلب اخوك اتباع، ما تتباع يا اسطى كامافينجا، ايوه هات الفلوس. و41 مليون يا جدعان، بقى معانا 64 مليون، تمام. نروح على حبيبي القلب، حبيبي بقى ايه ده؟ ثانية 64 مليون نشتريه طيب ب 62 ونص ولا ايه؟ ما فيش نص نخسر يعني فيه ولا؟ بس مودريتش يا جدعان جامد قوي والله العظيم يعني، 5-5 قدرة تحمل على الآخر يعني، قوة تسديد 108 يعني، أصلا الواد ده هيروح، مودريتش هيروح قدام الجون يلسع الجون، تقويس 118 أصلا يعني حوار. نشتري بأعلى سعر، نشتري بأعلى سعر يا جدعان. استنى على الشاي بالله، استنى على الشاي بالله، مفيش، ما هنعمل إيه؟ والله العظيم مفيش غيرها، هنعمل، هيتبقى معايا يا جدعان، يتبقى معايا 2 مليون. أبو عادل بقى فقير والله العظيم، أبو عادل بقى غلبان. تم الشراء، ناخد يا جدعان مودريتش، تمام، ناخد مودريتش ونروح بقى التشكيل. ايه ده تشكيلتك ده؟ ايه ده تشكيلتي بقت 3 مليون 300 مليون والله العظيم حوار يا جدعان. تدريب، ننقل التدريب الاول، والله العظيم حوار، يا التشكيله هتبقى جامده والله العظيم، التشكيله هتبقى جامده، بس حوار ان مودريتش يجي التشكيله، حوار اقسم بالله حوار يا جدعان. معلش بس كده فيدال، معلش انتر بس انت الفترة دي، ايوه ايوه يا جدعان، حوار ان مودريتش يكون معايا في التشكيلة اقسم بالله. ايه ده؟
كين بقى جدعان وروس الاثنين على بعض ب 25 مليون تمام. وكليني كده كده هعمل له تبديل وخلاص، هعمل له مقايضه وخلاص، هو كده 95 فهيتعمل له مقايضه مش حوار تمام. وخيمينيز ب 5 مليون يعني مش الحوار على بعض، اصلا هيكلفني 30 مليون. هل اقدر بال 30 مليون اجيب لعيبه في نفس المستوى ولا لا؟ لا، او ممكن العب يا جدعان اللي انا بفكر فيه، انا زهقت من التشكيله دي بصراحه، بفكر العب ب 4 2 4. 4 2 4 بيقولوا انها حلوه جدا في الهجوم والله العظيم. فين 4 2 4؟ 4 2 4 هي ده يا جدعان، بيقولوا انها حلوه جدا في الهجوم. وفي لاعب اصلا نازل يا جدعان تمام، حط اتروس، حط رويس هنا، رويس يأدي. تصدقوا فعلا رويس ممكن يأدي يا جدعان؟ هنشوف مودريتش ممكن يأدي، مودريتش مش هيأدي. المهم بصوا يا جدعان، بيقولوا انه نازل في المقايضه لاعب 98 ار دبليو تمام، ار دبليو مش عارف ايه، هل هو هيكون ال دبليو ولا ما علينا يعني، هيبقى جناح تمام. كده كده المقايضه معايا، انتوا عارفين انها جاهزه من اخر لاعب، المقايضه عندي جاهزه تمام. فهضطر دلوقتي ان انا لما اقايض اللاعب هيبقى معايا الواد الار دبليو ببلاش، والاثنين السي ام هيبقوا معايا مودريتش وفينالدوم تمام. مش هيبقى ناقصني غير ال دبليو بس يا جدعان. خلصنا ال دبليو ده، انا ممكن ابيع رويس وكين وبتمنهم ال 20 مليون، ممكن اجيب نيمار، ممكن ازودهم ل 30 مليون واجيب نيمار النسخه الاعلى تمام يا جدعان. هيبقى التشكيله ضرب نار. ولو جينا بقى على الدفاع، انا هقول لكم على الدفاع بقى يا جدعان، انا عيني على مين بصراحه والله العظيم. نرجع بس التشكيله بتاعتنا راحت فين. ايوه 4 1 2 انا عايز ضيقه، فين الضيقه؟ ايوه هي دي. نرجع بس التشكيله عشان فاهمين، انا ممكن اخش انسى والله العظيم ان انا اعمل كده. سواريز روز خلصان. بصوا بقى يا جدعان اللي انا بفكر فيه بقى، الدفاع اللي انا هجيبه بقى، الدفاع اللي انا هجيبه مكان كليني، بس مع ان كليني اقسم بالله جامد يا جدعان، هو الواد كوناتي ده يا جدعان. وبفكر بقى في حاجه تانية، ان انا ممكن اشحن الحدث الجديد ده اللي هو تمام، اللي هو تصريح سفر الصيف، واعمل مقايضه للاثنين واجيب اللاعب ال 99 سي بي. فانتوا ايه رايكم يا جدعان؟ والله العظيم انا محتاج رايكم فعلا والله العظيم في الكومنتات، محتار لان الدفاع انا كده يعتبر خط النص عندي بقى رائع، والهجوم عندي مفيش احسن منه. تبي وسواريز خلصانه وروس، هيبقى ناقص لي الدفاع. هل اجيب الواد بتاع الليفر واسكت باللوت 97 واهدى على كده واسكت على كده، ولا اعمل مقايضه واجيب اللاعب ال 99 سي بي؟ انا محتاج اثنين مدافعين، فسواء جبت ده او ده هيبقى فاضل لي لاعب برضه يا جدعان مكان خيمينيز تمام. تعالوا كده نشوف كده في تعالوا نشوف كده، لان ابو عادل خلاص بيتهور والله العظيم، ابو عادل بيتهور. فين السي بي؟ ايوه هات لي سكاي السي بي. عايزين لا ده احنا مش عايزين حد كده. ايه ده؟ اسعارهم فوق قوي يا جدعان والله. يا ديني ممكن نجيب لا فان دايك ب 60 مليون. روكو ناتي 31 ما مش بيتباع اصلا، ما حدش لسه وصل له، حدش اصلا عايز محتاجه. كوليبالي برضه 97 لا ده 46 مليون. طب نشوف الواد ده يا جدعان، ايه رايكم في الواد ده؟ يعني خيرونا يا جدعان ما بين الاثنين دول، الواد كاجير ده احنا مختارين اصلا الواد ده تمام ب 23 مليون. خيمينيز يا جدعان بقى ب 6 مليون. طب والله العظيم حلو، لا حلو والله العظيم. يا 25 مليون انا حاضر اوقاته يا جدعان، ده كان ارخص من كده والله العظيم. 95 مليون 25 قصدي. الحوار كبير والله العظيم، حوار كبير. انا محتاج اجيب مالديني، ومحتاج في ناس كبيره قوي عايز اشتريها والتشكيله بتاعتها. طب انا دلوقتي حطيت طب يا جدعان سعر التشكيله بتاعتي وصل ل 367 مليون تمام، ومش عايز مودريتش يخيب املي بصراحه، ولا عايز فينالدوم يخيب املي برضو بصراحه والله العظيم. يعني انا كان زماني جبت خليت سيد ضلفه موجود، وسيد ضلفه عمل الواجب. بصوا يا جدعان اللي هنعمله، ان احنا هنعمل اداء تجربي بس لفينالدوم، لو الاداء ما مشيش معانا يبلع، عارفين ابو عاد هيبلع. خلصانه يا جدعان، فدي كده يعتبر التشكيله بتاعتنا. احنا معانا كام لاعب بقى يا جدعان ما بيتباعش؟ معانا سواريز، معانا دي بي، ومعانا كليني ومارسيلو. طيب ده احنا معانا، ده احنا يعتبر يا جدعان هنعمل تشكيله ما بتتباعش اصلا. صباح الفل والله العظيم. يعني لو جينا نشوف كده التشكيلات بتاعتنا والله، يعني التشكيله اصلا كلها ما بتتباعش. سواريز، دي بي، سايمون، مارسيلو، كليني،
خمسة يا جدعان، وكان فيدال معاهم كمان، كان فيدال معاهم. معايا سايمون يا جدعان، ده انا نسيت سايمون والله، ده انا معايا شوية لعيبة هيتباعوا يعملوا لي ثروة والله العظيم، يعملوا لي ثروة. اللاعب ده بـ4 مليون، هل لا مش هيتباع. طب اللاعب ده بمليون و800، يا ديني اللاعب ده هيغلى يا جدعان، خدوا بالكم. 95 قلبي ده هيغلى، هيغلى والله العظيم. يعني انت متخيل قلبي 95 ب 2 مليون؟ ده حوار، اقسم بالله حوار. ال 92 ده بقى بمليون هو كمان. في حاجه، في حاجه غريبه في السوق يا جدعان والله العظيم. حارس المرمى ده انا كسبته امتى؟ ولا انا كسبتك امتى؟ في حاجه غريبه والله العظيم. سواريز بيتباع، طب حلو سنه يا جدعان، فلوس ببلاش، فلوس يا جدعان. بيع سواريز، بيع سواريز، ونبيع مين تاني؟ هالاند، هالاند هيتباع؟ مش هيتباع. لوكاكو طيب هيتباع؟ مش هيتباع. بس سواريز اتباع كده، قفلناهم ال 2 مليون، فمعنا 2 مليون دلوقتي يا جدعان. وبسم الله ما شاء الله، احنا تشكيلتنا بقت جامده يا جدعان، تشكيلتنا بقت جامده حرفيا. واظن كده ان بعد الفيديو ده هنعمل بكره فيديو بالهجوم، الهجوم اللي اسمه ايه، الهجوم ايه اسمه، وجها لوجه يا جدعان. هنعمل اداء عالمي والله العظيم، نعمل مش، لا مش في ده، الوجه لوجه هنعمل اداء عالمي يا جدعان، اقسم بالله. وهنكسر الناس بالتشكيله دي. فانت لو انت متحمس للموقف ده دوس اللايك، عشان بكره ضرب نار. انا مش هقول لكم على السلامه، لان انتوا هتشوفونه بكره، تمام؟ فاعمل لايك وبيس اوت يا جدعان.